انت مميز في شيء معين، انك معاك روحانية بتدلك انك محسود، بتدلك انك تعمل ايه علشان تخرج الحسد ده منك انت، بتدلك على طريق الهدى والرشاد، بتدلك على طريق الصلاح والفلاح، بتدلك على طريق الصدقة اللي بتقربك من ربنا علشان تلاقي النجاح، بتخليك سعيد لما بتساعد الآخرين، علشان لما بتساعد الآخرين بيتفتح لك انت باب السعادة، بتخليك دايما في علاقاتك تنجذب للناس اللي شبهك، الناس الروحانية، الناس اللي ما بيبقوش خدعين، ده انجذابك انت. اما في طريقك بتلاقي الناس اللي بيخدعوا، لان قوة الجذب زي ما بتجذب الايجابي بتجذب السلبي. المفروض مننا احنا نميز السلبي من الايجابي ونبعده عن حياتنا، وهي دي حرية الاختيار.